افتتح وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المهمني في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي الثلاثاء فعالية مهرجان القدس في عيون الهاشميين الذي نظمته جمعية مناصرة القدس الخيرية ومنتدى الزرقاء للثقافة والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء ضمن مهرجان القدس الثالث. وقال مدير ثقافة الزرقاء رياض الخطيب إن الهاشميين كانوا ولا زالوا يعتبرون القدس من أهم أولوياتهم، وإن القدس في التاريخ لها مكانتها وهي محط اهتمام الأردن قيادة وحكومة وشعبا للمحافظة على عروبتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وللدفاع عنها وعن مكانتها في كل المحافل الدولية. لقد أولى الهاشميون فلسطين بعامة والقدس بخاصة اهتماما يليق بهما على الصعد المحلية والعربية والدولية، واهتماما يليق بمكانتهما الدينية والدنيوية. ومنذ الشريف الحسين بن علي مطلق رصاصة الثورة العربية الكبرى وحتى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والأردن يبذل قصارى جهده وعلى مستوى العالم لحماية القدس وعمار مقدساتها والحيلولة دون تعرضها لأي انتهاكات. وأشار مؤسس جمعية مناصرة القدس عزمي أبو عليان إلى أهمية تجسيد الفكر والعقيدة لأحرار العالم لتكون القدس في ضمائرهم بشكل دائم لتحريرها من رجس الأعداء والعابثين، مبينا أن أبناء فلسطين يرفضون القهر والذل والهوان والاحتلال ويبحثون بشكل دائم عن العيش الحر الكريم والترابط والاتحاد دما وفكرا وروحا مع الأهل في الأردن العزيز بهدف حماية وصون المقدسات من عبث المحتل وطغيانه. وأكد رئيس منتدى الزرقاء للثقافة والفنون عبد الله المومني أهمية القدس بالنسبة لأبناء الأردن بشكل عام وللهاشميين بشكل خاص، مبينا أن القدس التي تحتضن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومهد عيسى بن مريم ستبقى الهم الأول والأخير، ولن تكون إلا هدفا للتحرير والانفكاك من العبثية الصهيونية التي لا تريد للقدس خيرا، مشيرا إلى أن مدينة القدس حظيت برعاية وعناية من الهاشميين على مر التاريخ بدءا من الهواشم الأجداد وصولا إلى الهواشم الأحفاد بهدف الحفاظ عليها وعلى مكانتها التاريخية والدينية. مرتفعون في العلا كسماء الأردن الصافية، عصيون على العدا كقلعة عجلون والكرك والبتراء، أنقياء شفافون كمياه الخير في بحر العقبة الأحمر ووادي الريان، طيبون كورود الدحنون في سهل حوران، والبلقاء والكرك والطفيلة ومعان، طاهرون كنسمات الربيع في القدس ونابلس وبيت لحم والكرمل، هؤلاء هم نحن الأردنيون منذ وعام الزمان. أيها الحفل الكريم، وتضمن الحفل قصائد شعرية معبرة ألقاها الطفل البراء مجدي أبو الخير ومحمد أبو زلطة وأماني أبو زلطة وفوزي العابد، وعرض فيلم وثائقي قصير يحكي قصة القدس عبر تاريخ الهاشميين واهتماماتهم بها إعمارا وخدمة وحماية، وتضمن أيضا فقرات غنائية وزجل شعبي للفنانين الفلسطينيين أحمد العلي وبهيس الفحماوي. وحضر الحفل أمين القدس زكي الغول ونائب رئيس بلدية الزرقاء فتح الخلايلة وجمع غفير من أبناء المدينة،